الثالث وصل حرب وفاهد بن بركة بن فهد الحربي يتقدم الآن على مستوى ثالث التحديات. المركز الرابع ينطلق الكايد محمد بن طالب بن سعيد بن شريب المري على رابع التحديات، بينما المركز الخامس من الجانب الأيمن هنالك مياس علي بن محمد بن علي بن حاذه الاكتبي ينطلق الآن على خامس المراكز، بينما المركز السادس هنالك هجام محمد بن عبد الله بن حمد بن ملهيه يتقدم الان على المركز السادس. المركز السابع الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري، بينما المركز الثامن ثامن الاسماء التي بدات تنطلق هنا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، وهنالك الذيب محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي على ثامن التحديات. المركز التاسع نتابع تاسع التحديات والاسم المنطلق شاهين محمد بن حمد بن قريع المري ينطلق الآن على المركز التاسع. المركز العاشر ختام هذه الجولة مع شاهين عبد الله بن محمد بالكديدة الفلاسي ينطلق الآن على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة على مسار وتحدي هذا الشوط. نعود مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، وهنالك السيطرة مع هذا الشعار العملاق العيناوي على مقدمة هذا الشوط. يتقدم سيف بن محمد بن مظفر العامري يقدم لنا أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء الرنانة التي تألقت مع هذا الشعار العملاق شاهين على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. يتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة شعار سيف بن محمد بن مظفر العامري، سيف بن مظفر بن محمد العامري على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين على ثاني التحديات، حمد بن سالم بن سيف بن كلثم الخيالي ينطلق الآن على المركز الثاني. وصلت الشعارات، بدأت رحلة الإقلاع، رحلة البحث عن الناموس. هذه هي الشعارات التي بدأت تقترب بعضها من البعض من أجل الفوز ومن أجل التحديات. المركز الثالث شعار بن شريب يتقدم الآن، محمد بن طالب بن شريب المري مع الكايد على ثالث المراكز. المركز الرابع مياس علي بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي ينطلق بن حاذة على رابع التحديات. وخامسا الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس ينطلق غزيلان نسيت سالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق، اول نداء لانطلاق غزيلان على خامس المراكز. المركز السادس الذيب محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي على المركز السادس. المركز السابع الشارد وخالد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري ينطلق الان على المركز السابع. المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام يتقدم الريان الضيف العزيز القادم من دولة قطر سعيد بن عبد الهادي الشهواني ينطلق الآن الشهواني. الأسماء الشعارات هنا تختلط بعضها من البعض من أجل التحديات، من أجل الفوز والانتصار. نعود مع المركز الأول، نعود مع القيادة، نعود مع الريادة. سيف بن مظفر بن محمد العامري لا زال مع شاهين على المركز الأول، ولكن بن شريم من الجانب الأيمن الضيف القادم من المملكة العربية السعودية مع ثاني التحديات. محمد بن طالب بن شريب المري مع الكايد، ينطلق الكايد من الجانب الأيمن وشعار بن شريب على ثاني التحديات. المركز الثالث الحذر للسيد محمد بن راشد بن غالب المنصوري على المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق مياس علي بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي على رابع التحديات. وخامسا هنا الشارد للسيد خالد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري على المركز الخامس. خمسة أسماء، خمسة نجوم، خمسة عمالقة على مقدمة هذا الشوط. وهنالك حلوان، مرحبا بك يا حلوان، ينطلق الآن حلوان عبد الله بن حنس المقاطع
الرياضي العتيبي ينطلق الآن على المركز السادس. المركز السابع شعار المري يتقدم الآن، ينطلق من الجانب الأيمن. مشاهدينا متابعينا الكرام، شعار محمد بن حمد بن قريع المري قادم مع هذه التحديات مع وصول شاهين. أكتفي بهذه الأسماء وأعود مرة أخرى، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع شاهين يتربع على عرش المقدمة وعرش الصدارة. سيف بن مظفر بن محمد العامري هو عنوانا لهذا الشوط، هو عنوانا لهذا التحدي. ينطلق باحث عن الناموس، باحث عن الفوز والانتصار. السيارة في الانتظار، الناموس في الانتظار، الزعفران في الانتظار، وأول القادمين، أول المنطلقين سيف بن مظفر بن محمد العامري مع شاهين على المركز الأول. المركز الثاني الحذر وحذاري من الحذر، محمد بن راشد بن غالب المنصوري. الله يا بن غالب، مسيرة الذكريات الجميلة مع هذا الشعار يتقدم الآن، يتجاوز من الجانب الأيمن، استلم زمام الأمور، استلم المقدمة، بدأ يحلق في سماء الوثبة. ينطلق الآن، ينطلق على المركز الأول الحذر، محمد بن راشد بن غالب المنصوري، نجما من نجوم الوثبة على المركز الأول. المركز الثاني سيف بن مظفر بن محمد العامري، أحد الشعارات العملاقة، يتواجد مع المركز الثاني مع شاهين. ثالثا هنالك شعار المري قادم، شعار بن شريف على المركز الثالث، الكايد محمد بن طالب بن سعيد بن شريف المري على المركز الثالث. المركز الرابع الشارد خالد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري على المركز الرابع. وخامسا هنالك مياسر السيد علي بن محمد بن حاد الاكتبي يتقدم الآن على المركز الخامس. المركز السادس حلوان عبد الله بن حنس الاعتيبي على المركز السادس وسابع. التحديات شعار الشهواني قادم، سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع الريان على المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن المتحد قادم مع ثامن. التحديات عبد الله بن سالم بن حويل قادم مع ثامن. التحديات المركز التاسع، المركز التاسع ضبيان محمد بن عتيق بن علي الاكتبي وزحل محمد بن جراح بن سالم بن سلطان الاكتبي على المركز العاشر. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول وشعار بن غالب متسيد الموقف، متسيد الانطلاق وسيدا مع المركز الأول. الله الحذر، الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري لا زال مع الحذر. الحذر على مقدمة الشوط، الحذر على المركز الأول، شاهين قادم مع ثاني. التحديات وسيف بن مظفر بن محمد العامري على ثاني التحديات. المركز الثالث، المركز الثالث الشارد وخالد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري يتقدم السند في دائرة التحدي ودائرة الصراع على المركز الثالث. الشوط، الشوط يحمل قوة، يحمل إثارة، يحمل تحديات ويحمل نخبة من الأسماء القوية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. 2 كيلومترات، 2 كيلومترات، وبن غالب مسيطر، محمد بن راشد بن غالب المنصوري مع الحذر على صدارة هذا الشوط. ولكن شاهين، عاد شاهين مرة أخرى مع المركز الثاني وسيف بن مظفر بن محمد العامري المركز الثالث. أيضا هنالك شاهين آخر، حمد بن سالم بن سيف بن كلثم الخيلي على المركز الثالث. المركز الرابع الكايد أم الشارد هنا خالد بن عبد الله السند المسيفري على المركز الرابع. المركز الخامس الريان ينطلق الآن، الريان على خامس التحديات، سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. ولكن الله، وصل صيفان مسفر بن جابر بن راشد الهدي المري يقدم صيفيان القادم، القادم على المركز الخامس. ولكن المتحد، المتحد من الجانب الايمن عبد الله بن سالم بن سعد المري يقدم لنا المتحد. ولكن الله، نعود مع المركز الاول، نعود مع العملاق العيناوي سيف بن مظفر بن محمد العامري، عاد الى مقدمة الشوط، عاد الى المركز الاول المتحد مع بن حويل. الله الله الله، انطلق الان، انطلق بن حويل من الجانب الايمن، المتحد عبد الله بن سالم بن حويل المري، المري المري انطلق مع المركز الاول، انطلق على صدارة الشوط مع المتحد عبد الله بن سالم بن حويل المري. الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، المتحد على المركز الاول عبد الله بن سالم بن حويل المري. المركز الثاني، الله
الله يا شاهين، وصل شاهين، ولكن الاسم القادم الله يلحذر، عاد الحذر الى مقدمة الشوط، وصيفيا قادم مع المركز الرابع، ولكن سيف بن مظفر بن محمد العامري العملاق العيناوي يعود الى مقدمة الشوط، يعود الى الناموس مرة اخرى. الاسماء الكوكبة الرباعية على مقدمة الشوط، الناموس اين اتجه؟ السلامات الى المملكة العربية السعودية ام هنا في دولة الامارات المسعودي؟ ولكن الوثبة، الحذر 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 الحذر، انطلق الحذر، محمد بن راشد بن غالب المنصوري المتحد وشاهين، والحذر اللحظات الأخيرة بن مظفر وبن حويل وبو راشد، ولكن انطلق ابو راشد محمد هنا على المركز الاول، محمد بن راشد بن غالب المنصوري ايضا هنا، الحذر الحذر والمتحد، المتحد والحذر، بن حويل بن حويل وبن غالب، السعودية ام الامارات؟ ولكن الوثبة الوثبة، سلام على هذا الفوز والانتصار، الحذر تهانينا والناموس لمالك الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المتحد وصل مع ثاني التحديات عبد الله بن سالم بن حويل المري، المركز الثالث شاهين سيف بن مظفر بن محمد العامري، المركز الرابع المركز الرابع صيفيان مسفر بن جابر بن راشد المري، المركز الخامس المركز الخامس الشارد خالد بن عبد الله السند المسيفري من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء انتهت مباريات هذا الشوط، كان يحمل إثارة ومتعة وإبداع إلى خط النهاية. كانت المعركة النهائية مع هذه الشعارات الثلاثة العملاقة، شعار مظفر بن محمد العامري وشعار محمد بن راشد بن غالب المنصوري وأيضا شعار بن حويل المري، ولكن الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري. 13 دقيقة 35 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني المتحد عبد الله بن سالم بن حويل المري، 13 دقيقة 35 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث شاهين لسيد سيف بن مظفر بن محمد العامري من وصل مع المركز الثالث، قطع مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة بلا شك، بانتظار الثواني والأجزاء من الثانية، 37 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.